اللهم صل وسلم وبارك له وعلى اله وقدان للقلم يحتم حركته فيه العنامل مما استفاده الفحم من صفة هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي أحسن شمائل وحن حسنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وأثر لذا الشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله النور الموضوع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومن اعتبر الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي خليل رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد عددت الرواية بين أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت سعادة العبدية لها ملاخذة خفية احتصت من شاعت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين فترك لهذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلته يد العلم الجليل إلى من عززته بالتكريم يا أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المواقف عامنة السيدة الكريمة عامنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الضرة وصونها فعملته برعاية الله كما ورد عن حملا حفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إلى لا حتى مر الشعر بعد الشعر من حمله وقرب وقت الوروز لعالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم فيضة الفضل وتنتشر في أثار مجد الصميم اللهم أشرف الصلاة والتسليم